دكتور أشرف صادق، رئيس القطاعات الهندسية والتشغيل الفني بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين. الصوامع مجهزة بأحدث تكنولوجيا التخزين في العالم. الصوامع وفرت أو قللت الفاقد اللي كان كل الدراسات العالمية بتقول إنه نسبته من 10-15% من كمية الأقماح اللي بتشون أو بتخزن في الشوان المفتوحة. الحمد لله تقريبا نسبة الفاقد بتكون قد تكون صفر داخل الخلايا التخزين أو داخل الصومعة. بيتم استقبال الأقماح وتخزينها وإجراء الصيانة والصرف من خلال منظومة أوتوماتيكية تماما لا تدخل للأفراد فيها، وبالتالي المحافظة على كمية الأقماح وبالتالي إمكانية إجراء الصيانة في الوقت المطلوب أو الوقت اللي بيحتاج فيه صيانة. المهندس توفيق عادل الشال، عضو مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين. الصومعة هنا في منطقة مدينة بنها الطاقة التخزينية بتاعتها 60,000 طن. النهاردة بتخدم منطقة الزراعات الموجودة في محافظة الأليوبية. زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي كميات القمح الحمد لله مبشرة إن شاء الله بكل خير، والطاقة الاستيعابية زي ما قلت لحضرتك هنا 60,000 طن تخزين. في عندنا أكتر من طريقة. في عندنا لجنة مشكلة من وزارة التموين، اللجنة دي طبعا بيبقى فيها عضو من هيئة سلامة الغذاء هو المسؤول عن مراجعة وتقريض درجات النظافة بالنسبة للقماح، بالإضافة لأن رئيس اللجنة بيبقى من مديرية التموين، وفي بقية الأعضاء من وزارة الزراعة ومن عندنا من الشركة ومن المخازن والعهد اللي موجودين هنا. الأسعار السنة دي أعتقد إنها أسعار جيدة جدا ومجزية جدا للفلاح، وإن شاء الله حضراتكم هتحسوا بهذا بإذن الله. في بداية بدء موسم التوريد بيتم فتح أبواب الصماعة من الساعة 8 صباحا لاستقبال الموردين والمزارعين، وبتم أخذ عينة متجانسة من السيارة عن طريق لجنة الفرز المشكلة من وزارة التموين واللي يرأسها مندوب عن مديرية التموين الأليوبية وعضوية هيئة سلامة الأغذية وعضوية مديرية الزراعة والجمعية الأبانية. بيتم سحب عينة وتحديد درجة النظافة من خلال اللجنة المشكلة، حيث أن درجة النظافة بتتفاوت من درجة الأخرى. سعر الأردب بالنسبة لدرجة النظافة 23.5 725 جنيه، دي بزيادة 25 جنيه عن العام الفائت. سعر درجة النظافة 23 قيراط زنة 150 كيلو 710. سعر الأردب 22.5 قيراط زنة 150 كيلو 705. وعليه بيتم تحديد درجة النظافة اللي هي بتمثل فلوس بالنسبة للمزارع أو الفلاح. القمح السنة ده حلو، إنتاجيته حلوة، وطبعا سيادة الرئيس اهتم بموضوع زراعة القمح، وطبعا الزراعة تمت بالقمح، وإنتاجية الفدان زادت السنة دي من يتراوح من بين 25-30% زيادة في الإنتاج يعني. والسعر الحمد لله الدولة اهتمت برضو بموضوع السعر. السعر زودونا 25 جنيه عن كل أردب عن العام الماضي يعني.